بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وتغطية خاصة لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، القمة رقم 120 في مباريات الدوري العام. بالتأكيد يوم حافل جدا، تغطية خاصة على شاشة قناة النادي الأهلي من أجل جماهير القلعة الحمراء في كل مكان. بالتأكيد هذا الحدث الكبير جماهير النادي الأهلي تنتظره على أحر من الجمر، مباراة كبيرة جدا، مباراة بين الغريمين التقليديين، ديربي الكرة المصرية أو بالأدق كلاسيكو الكرة المصرية، الأهلي والزمالك. هي القمة رقم 120 لكن في الدوري العام. هذه القمة تقام لأول مرة في شهر أغسطس ولكن ضمن مباريات الدوري العام. فيروس كورونا وتأثيره على الدوريات وعلى كرة القدم العالمية والمحلية والإفريقية كان السبب أن يكون هذه المباراة تقام في هذا التوقيت من هذه الحقبة الزمنية، أن تقام هذه المباراة خلال شهر أغسطس. سبق قبل كده الأهلي واجه الزمالك في 4 مباريات خلال هذا الشهر، لكن كانت كلها مباريات كؤوس أو حتى كأس السوبر. الحمد لله شهر أغسطس يعني كان شهر فأل الحسن على النادي الأهلي، فاز بمباراتين وعمل نتائج جيدة، من ضمنها أيضا كمان كانت مباراة كأس مصر وكان عمل فيها مباريات كبيرة جدا، لكن المرة دي مباراة دوري. مباراة دوري ولسه المشوار طويل، مباراة دوري وانت لسه بتحاول تقتنص الثلاث نقاط لتأكيد الجدارة والاستحقاق والصدارة بالنسبة للمرحلة القادمة، وبإذن الله إن شاء الله يتسع الفارق بين النادي الأهلي وأقرب المنافسين، لأن النهاردة المباراة رغم أنها ديربي ورغم أنها كلاسيكو لكن في نفس الوقت ليست مباراة بين صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني. في الطبيعي أو في المعتاد بتبقى مباراة الكلاسيكو أو الديربي ما بين بطل الدوري أو الوصيف وفارق النقاط قريب جدا، لكن خلال السنوات الأخيرة الكرة المصرية تحديدا الحمد لله الأهلي بيكون في الصدارة ومتسع بفارق كبير من النقاط، لكن في نفس الوقت بيكون نادي الزمالك يا إما قريب مع عدد النقاط أو حتى هناك فارق نقاط شاسع، لكن المرة دي احنا بنتكلم في حوالي 20 نقطة ما بين الأهلي والزمالك، والزمالك حاليا بينافس على المركز الثاني بين بيراميدز والمقاولون العرب، لكن الفوز النهاردة يضمن للأهلي بنسبة كبيرة جدا يعني الاقتراب من تحقيق لقب الدوري رقم 42، وسيكون الفريق إن شاء الله على أعتاب الفوز باللقب وتحقيق اللقب خلال 5 مباريات قادمة إن شاء الله بإذن الله في حال الفوز اليوم على نادي الزمالك. هي مباراة دوري، مباراة بثلاث نقاط، قد تحتاج فيها إلى الفوز بهدف أو الفوز برصيد عالي من الأهداف، هي في النهاية المهم أن تلعب للفوز يعني تحقيق الثلاث نقاط من أجل اتساع الصدارة مع نادي الزمالك. المباراة تقام على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9 مساء وبالطبع بدون حضور جماهير، صحيح بسبب موضوع فيروس كورونا، لكن جرى العرف خلال السنوات الأخيرة أو تحديدا خلال آخر 5-6 سنوات هذه المباريات تقام بدون جماهير خاصة لما بتقام في مصر. اللهم مثلا كانت مباراة السوبر قبل الماضي اللي اتلعبت على استاد برج العرب وكان فيها حوالي 10,000 متفرج من جماهير كلا الناديين على استاد برج العرب، لكن بشكل عام جماهير الكرة المصرية تعودت خلاص خلال الفترة الأخيرة ان تكون هذه المباراة تلعب بدون جماهير. صحيح النهاردة في غيابات كثيرة جدا لدى فريق النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت النادي الأهلي بيتميز عن اي منافس في الدوري المصري بروح الفانيلا الحمراء، العزيمة، الإصرار، القوة، الحماس من أجل إسعاد الجماهير في كل مكان. النهاردة في مواجهة خاصة بين السويسري ريني فايلر والفرنسي باتريس كارتيرون، بالطبع هي مواجهة حاسمة بين كلا المديرين الفنيين، لكن بالطبع فايلر لديه حماسة وسعي أكثر للفوز بهذه المباراة، أولا لتعويض ما حدث في مباراة السوبر التي أقيمت في أبوظبي قبل عدة أشهر، وفي نفس الوقت كمان لتأكيد الصدارة والاقتراب من حسم بطولة جديدة لريني فايلر مع النادي الأهلي خلال هذا العام وهي بطولة الدوري العام، لأن فوزك بمباراة القمة وتحقيق بطولة الدوري على الأقل في الأسبوع الأول أو في منتصف شهر سبتمبر سيسمح لك بالاستعداد الجيد للبطولة الإفريقية خلال الفترة القادمة. يا رب بإذن الله يكون يوم سعيد على كل جماهير النادي الأهلي بشكل خاص وعلى جماهير الكرة المصرية بشكل عام، لأن في النهاية بنسعى إن المباراة تخرج في إطار الروح الرياضية، في إطار مبدأ الفير بلاي اللي بيطلبه فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترات الأخيرة، وهو الشعار الأساسي للعبة وللاتحاد الدولي لكرة القدم. تغطية خاصة النهاردة لقناة النادي الأهلي بدأت منذ 10 صباحا ومستمرة حتى 1 من منتصف ليل الغد إن شاء الله، لأنها مباراة بالتأكيد مباراة كبيرة. بنسعى دائما في قناة النادي الأهلي إحنا نقدم محتوى إعلامي بإذن الله يكون جيد قدر الإمكان إن شاء الله، معانا شبكة مراسلين الحمد لله
موجودين في كل مكان، سواء في مقر إقامة فريق النادي الأهلي، سواء في استاد القاهرة الدولي، في مقر النادي الأهلي الرئيسي في الجزيرة، الفروع المختلفة في مدينة نصر، في الشيخ زايد، في معظم شوارع وأنحاء العاصمة هنا في القاهرة. بالتأكيد تغطية إن شاء الله هتكون على أعلى مستوى، وعلى رأس كل ساعة بإذن الله هيكون في استوديو خاص وتغطية خاصة. الفقرة النهاردة معاكم في الثانية عشرة ظهرا بالتأكيد هتكون متعلقة بالأساطير، أساطير النادي الأهلي أو أساطير مباريات القمة. مباريات القمة تحديدا خلال السنوات الأخيرة أو منذ أن بدأت هذه المباريات، مباريات القمة دائما وأبدا بتكون هناك مولد نجم. دائما وأبدا قبل كل مباراة الناس بتبقى عارفة العناصر المميزة في فريق الأهلي، العناصر المميزة في فريق الزمالك، لكن في نفس الوقت بنجم بيصعد وبيظهر بشكل متميز جدا في هذه المباراة، سواء من الأهلي أو من الزمالك. لكن على مدار سنوات طويلة جدا كان النادي الأهلي تحديدا كان دايما عنده السبق في هذه الجزئية. مش هننسى مباراة في منتصف التمرينات لما جه في فترة من الفترات قرار من جهاز كرة القدم ومن مجلس إدارة النادي الأهلي ودفع بعدد كبير جدا من الصاعدين ومن قطاع الناشئين بعد إيقاف عدد كبير جدا من لاعبي الفريق الأول، واستطاع النجوم الصاعدين ولاعبي قطاع الناشئين في النادي الأهلي الفوز على الزمالك المدجج بأبرز النجوم في هذه الفترة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفي فترة التسعينات تصاعد عدد كبير جدا وظهر عدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي كان ليهم الغلبة وكان ليهم السيطرة وكان ليهم القوة والنجومية من خلال مباريات القمة. إذن مباريات القمة دائما وأبدا كانت مولد نجم. مولد نجم مش في اللعيبة فقط، لا، مولد نجم كمان كان على إطار المدربين. لأن على مدار التاريخ مدربي النادي الأهلي دائما في مباريات القمة دائما بيكون لهم طابع خاص، دائما بيكون لهم يعني شكل خاص مع جماهير النادي الأهلي. دائما وأبدا جماهير النادي الأهلي بترتبط ببعض المدربين في مباريات القمة. في فترة التسعينات كان موجود راينر هولمان وكان موجود راينر تسوبل، لكن مع بداية الألفية الجديدة الساحر البرتغالي مانويل جوزيه كان ليه إطلالة مختلفة في مباريات القمة، وده طبع وشعار لمباريات القمة مع نادي الزمالك جعل جماهير النادي الأهلي تفتخر كثيرا جدا 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 بفريقها تحديدا خلال هذه الحقبة. لأن خلال هذه الفترة وانت بتلعب الزمالك على المستوى المحلي أو بتلعب الزمالك على المستوى الإفريقي بتشوف فريق من أول دقيقة لآخر دقيقة مش بيسعى للفوز بس، لا، بيسعى للفوز وإحراز أكبر عدد من الأهداف والخروج بأكبر نتيجة ممكنة. ده الجزء اللي اختلف فيه مانويل جوزيه عن أي مدرب تولى تدريب النادي الأهلي في السنوات السابقة. وانت بتبقى كسبان الزمالك 6-1 كان يدخل مستر مانويل غرفة خلع الملابس ويكون مستاء جدا ان النتيجة ما زادتش عن كده وان الفريق اهدر العديد من الفرص في اللحظات الأخيرة وفي الثواني الأخيرة. اذا مانويل جوزيه من اساطير مباراة القمة على المستوى التدريبي، لان خلق فرصة معينة او خلق عقيدة معينة لدى جمهور النادي الأهلي ولدى لاعبي النادي الأهلي والأجهزة الفنية المتعاقبة ان النادي الأهلي دائما وابدا سيكون رقم واحد وجاهز للفوز في أي مباراة للقمة. فاز على الزمالك ذهاب وإياب في دوري أبطال إفريقيا موسم 2005 عندما توج في النهاية باللقب على حساب النجم الساحلي التونسي. لكن النادي الأهلي تحديدا مع أساطيره ومع مدربيه كان ليه شكل مختلف تحديدا خلال الألفية الأخيرة وتحديدا خلال آخر 30 سنة. المدرسة الألمانية في نهاية التسعينات وكمان المدرسة البرتغالية في بداية الألفية الجديدة ومسيرة كانت مميزة مع البرتغالي مانويل جوزيه امام نادي الزمالك تحديدا سواء في مباريات الدوري او حتى مباريات الكاس والسوبر والبطوله الافريقيه. حدث استثنائي وعلى مدار اليوم هنكون معاكم لحظه بلحظه لتغطيه هذا الحدث. لكن بالتاكيد فقره الاساطير معايا فيها ضيف متميز، لان هنتكلم معاه عن اساطير القمه سواء لاعبين او حتى مدربين او حتى الصحافه وقتها لما كانت الصحافه بتكتب حاجه عن القمه ازاي كان المانشيت بيبقى اسطوره بالنسبه للجمهور، ودلوقتي تعامل الإعلام والصحافة إزاي مع مباراة القمة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل بيشرفني وبينورني دكتور طارق الأدور الناقد الرياضي والمعلق الرياضي الشهير اللي بالتأكيد كان ليه السبق في التعليق على كثير من مباريات القمة خلال الفترات السابقة. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه من فقره الاساطير. اساطير مباراه القمه بالتاكيد الحديث فيها مستمر، لان الحديث لن ينتهي، لان بتتكلم على تاريخ طويل جدا. لو بنتكلم في دوري
انت بتتكلم في 119 مباراه، اكيد مليون في الميه في اساطير خرجوا من النادي الاهلي وفي اساطير خرجوا من نادي الزمالك. في تفاصيل اكتر وفي موضوعات كثيره ومشيقه بالتاكيد لكل جماهير النادي الاهلي، لكن في البدايه بالتاكيد برحب بدكتور طارق الادور الناقد الرياضي والمعلق الرياضي الشهير. دكتور طارق منور الدنيا وسعداء بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي. اهلا بك يا محمد، انا سعيد اكون معاك برضو، وان شاء الله نشوف مباراه تستحق المتابعه والاهتمام، يعني نشوف مباراه فنيا تكون عاليه. يعني تخرجنا من الاجواء اللي عشناها في اخر كام مباراه للقمه، انسحابات ويعني احداث كده مش ظريفه. اتمنى بقى ان المباراه دي تتطلعنا من هذه الاجواء ونشوف فيها فنيات كويسه، كل شيء مؤهل ان احنا نشوف ان شاء الله مباراه كويسه باذن الله ان شاء الله. طيب هندخل في التفاصيل وهنتكلم في موضوعات مهمه جدا، لكن مهم جدا اطلع لتقرير، والتقرير بيتكلم على مباراه القمه تصنع دائما الاساطير. وتتناقل الكرة أقدام الفريقين. يسعدني أنقل لكم مباراة القمة، قمة الكرة المصرية بين نادي الأهلي والزمالك. أنا شاهد الفريقين الأهلين. مباريات القمة مصنع الأساطير. منذ أن بدأت المنافسة بين الأهلي والزمالك تضع الجماهير اللاعب الذي يسجل بتلك المباريات في قائمة الأساطير. يشوط على ابو صبري، جماهير النادي الاهلي بهدف التقليدي الطائر الطائر كلا جول. وانتهت اللقاءات 119 السابقه بفوز الاحمر في 45 قمه والابيض ب 26 وتعادلا 48 مره. سجل الأهلي 148 هدفا منها 4 اعتبارية مقابل 100 لغريمه التقليدي داخل هادي. أسامة عرابي وهادي خشبة هما أكثر اللاعبين ظهورا بقميص الأهلي أمام الزمالك، حيث شاركا في 25 مباراة قمة. نجح 66 لاعبا من الأهلي في التسجيل في شباك الزمالك في بطولة الدوري، على رأسهم محمد أبو تريكة وتوتو، وسجل كل منهما 7 أهداف. أبو تريكة الهدف الثاني. ثم عماد متعب وصالح سليم والسيد الضضوي ورفعت الفناجيلي، ولكل منهم 6 أهداف. مرة ثانية بيدور لنا أحمد مكاوي وطه إسماعيل وحسام حسن وخالد بيبو، ولكل منهم 5 أهداف. واحد لواحد، بيبو كير. ومصطفى عبدو وعلاء ميهوب ومؤمن زكريا، وسجل كل منهم 4 أهداف. علاء إبراهيم وأمادو فلافيو وإبراهيم حسن ووجيه مصطفى ووليد سليمان، سجل كل منهم 3 أهداف. وسجل للأهلي هدفين في شباك الزمالك عبد العزيز عبد الشافي زيزو ومحمود الخطيب وأحمد فيليكس وأيمن شوقي وهادي خشبة ومحمود الجهري ومحمود السايس ومصطفى عبد الغالي وزكريا ناصف. لذلك دائما ما تترقب الجماهير مباريات القمة، لأنها دائما تكون مصنعا للأساطير. أهلا بحضراتكم من جديد، ومباراة القمة تصنع الأساطير. تقرير بيتكلم عن أساطير سطروا تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي، سواء في أهداف، سواء في مواقف، سواء في ذكريات.
بنتكلم عن تاريخ كبير جدا للقارة الحمراء وتحديدا لفريق كرة القدم من أول مختار التتش وتوتو مرورا بصالح سليم، حسن حمدي، الخطيب، مصطفى عبده، طاهر أبو زيد، زكريا ناصف، إلى أن وصلنا إلى مرحلة جيل عماد متعب وأبو تريكة والجيل الأخير بالتأكيد اللي النهارده إن شاء الله بالتأكيد هيسعدنا. دكتور طارق، بنتكلم عن أساطير بس بنتكلم عن تاريخ كبير جدا، كتاب مهما تصفحت من خلاله لسه الصفحات مستمرة ولسه القراية والكتابة موجودة. لا ده انت بتتكلم على هيدنج او موضوع، عنوان لموضوع مهم جدا. ازاي القمه تصنع اساطير؟ في كره القدم مباريات كتير قوي، لكن في مباريات معينه المباراه منها تبقى ب10 وربما تبقى ب100. يعني مثلا اما نقول مباراه بين اهلي وزمالك وتحدد لقب وتحدد بطوله، دي تساوي عند الجماهير لعيب تاني لو اللعيب ده جاب جول واحد، جول توازي ممكن 20-30 جول جابهم لاعب تاني في مباريات أخرى. فبالتالي الأساطير بتصنع دايما من المواقف الصعبة، وأصعب مواقف في كرة القدم هي مباراة بيشاهدها كل العالم، بيتابعها العالم العربي كله، مباراة جماهيرية جدا بتشكل تقريبا 98% من جماهير الكرة المصرية بيشجعوا يا أهلي يا زمالك بالظبط. فالجول ب10 وزي ما بقولك ممكن يوصل في أهميته أنه يبقى ب100. عشان كده التاريخ القمة بيشهد على مواقف كتيرة جدا صنعت التاريخ ده وحطت يعني قواعد وحطت بونة كده، سواء في الأهلي أو في الزمالك، لدرجة إنك أنت ممكن تطلع قصص حتى لعيبة ما كانتش موجودة في الصورة خالص وفجأة لعبت في مباراة الأهلي والزمالك فجأة من مباراة واحدة. أنت عارف الناشئ لما يصعد محتاج كتير، محتاج وقت عشان يستوي، ومحتاج وقت عشان يتعرف، ومحتاج وقت عشان يبقى هو واحد من الأساطير دي. لكن ماتش الأهلي والزمالك بيوفر عليك حاجات كتير جدا، بيوفر عليك كتير قوي من المشوار ده. مجرد أنك تلعب مباراة واحدة ممكن تعمل معاك تاريخ كبير جدا، وده اللي حصل في مباريات الأهلي والزمالك بشكل خاص في السنوات اللي فاتت. أسامة عرابي وهادي خشبة أكتر لاعبي الأهلي اللي شاركوا في مباراة القمة يا دكتور طارق. طالما بنتكلم على الأساطير، الأساطير هي في المشاركات ده نوع من المشاركات، إن أنا أشارك في عدد كبير من المباريات دي وبيبقى حلم لكل لاعب إنه يلعب مباراة قمة، ده في حد ذاته جزء من صناعة الأساطير دي. لكن ما هو أعلى من أي شيء هو تسجيل الأهداف. يعني دايما اللي يخلد في الذاكرة أكتر من المشاركة، مجرد المشاركة وأكتر من أرقام قياسية ممكن تكون في عدد مرات اللعب وكده، الأكتر حاجة تعنون لك كده أداء اللاعب هي الأهداف. لأن الأهداف دايما هي اللي باقية في الذاكرة. ممكن مثلا مر علينا كام لاعب سجل من الأهلي في الزمالك أو للزمالك في الأهلي، لكن تحس إن في بعض لعيبة هم المجد بتاعهم عملوه في مباراة القمة. ومفيش أكتر من نموذج تقوله قد أبو تريكة. إن أبو تريكة مسجل 13 هدف في جميع البطولات، في جميع البطولات مع الأهلي، منهم 7 في الدوري، ده أعلى رقم يسجله فريق ضد آخر، اللي هو لم يسجله غير توتو أيضا من للأهلي في الزمالك. في بقى لعيبة سجلوا في الفريقين دول برضو، إن أنا أسجل لفريق ضد آخر ده مجد كبير، لكن إن أنا أسجل كمان للأهلي في الزمالك وللزمالك في الأهلي ديت نقطة مهمة جدا. عدد محدود من اللعيبه، يعني احنا حصرناهم كده بانهم 7 لعيبه سجلوا في الفريقين، بس ممكن يكون سجل في فريق اكتر من فريق. يتصدرهم طبعا حسام حسن اللي سجل 5 اهداف للاهلي في الزمالك و4 اهداف للزمالك في الاهلي، 9 اهداف، ده اعلى عدد من تسجيل الاهداف، رقم من تسجيل الاهداف في بطوله الدوري. لكن اللي عمله ابو تريكه كان مجد كبير قوي وحطه ضمن الاساطير لعده اعتبارات. اول حاجه إن أبو تريكة في أول مباراة بيلعبها أمام الزمالك وكان الأهلي في أقل مستوياته في موسم 2003-2004، كان تغيير التيم وتغيير القوام بتاع الفريق وشكل جديد ولاعيبة جدد والكلام ده. فأنت بتتكلم على إيه؟ أبو تريكة لسه جاي الأهلي وبيلعب في أول مباراة قمة اللي هي الدور الثاني من موسم 2003-2004، كان الزمالك حسمه قبل مباراة القمة دي وكان الأمور محسومة. كانت مباراة على الاقتصاد الكلية الحربية. أيوه بالظبط. وكانت 2-1. المهم إن أبو تريكة سجل هدف الأهلي في المباراة دي في أول مباراة يلعبها رغم الخسارة، إلا إنه بيسجل في أول مباراة. يعني زي أبو تريكة أول ما اتنقل للأهلي ولعب قدام الترسانة ناديه السابق سجل في مرماه، كانت في مباراة في الكاس وقتها. بيسجل في اول مباراه بيلعبها بقميص الاهلي بعد انتقاله في الانتقالات الشتويه من موسم 2003-2004 وبيسجل في الزمالك. لكن ما فعله بقى ابو تريكه انه كان اهدافه كلها
كلها 13 هدف كلهم مؤثرين جدا. فمنهم 7 في الدوري كلها اهداف. احنا بنتكلم اول هدف 2003 2004، الموسم اللي بعديه يجيب 4 اهداف بوقع هدفين في الذهاب وهدفين في العوده، منهم هدفين في مباراه 4-2 اللي كانت مباراه اسطوريه يعني على مستوى الاداء وعلى مستوى اداء لعيبه كتير في المباراه، منهم عماد متعب اللي كان لسه اول مشواره مع النادي الاهلي، ومنهم جيلبرتو اللي سجل هدف واحتفاله الشهير، فاكرين احتفاله الشهير بعد الهدف دوت ماتش 4-2. فجاب 2 في المباراه ديت ومباراه العوده، وانا كنت على فكره معلق على المباراتين، مباراه 4-2 في الذهاب ومباراه 3-0 في العوده دي، برده جاب هدفين من الثلاثه اللي جابهم النادي الاهلي، فبقى رصيده 5 اهداف في اول 3 مباريات يلعبهم. بعد كده بقى جاب اهداف افريقيه، وعارفين اهداف كتيره جدا كانت في المباريات الافريقيه حتى في دوري المجموعات او في مباريات كانت حاسمه وفاصله بين الاهلي والزمالك. فزي ما قلت لك التهديف هو اول حاجه، اول طريق للاساطير اكيد، يعني مثلا دخل قلوب الجماهير بسرعه من بدايتها بالظبط. في مباراه كانت في موسم 61-62 بين الاهلي والزمالك، والاهلي كان داخل على منعطف من ان هو ابتدى ينزل المستوى شويه في فتره الستينات بعد ما خد الدوري مرتين متتاليتين 61-62 ابتدى المستوى ينزل. ففي مباراه كان الاهلي والزمالك، والاهلي فجاه كل عناصره الرئيسيه مصابين، ما فيش كان يمكن غير طارق سليم وكان الفناجيلي وهم دول اللي موجودين. لعب الاهلي لاول مره في مباراه القمه كان ريعه والسايس وعلو مطر كانوا صغيرين لسه، واول مره يلعبوا في تشكيل الاهلي. يبقى الاهلي اللي هو كل الناس ده كل الفرقه مصابه، يعني كل اللعيبه مصابه وبتصعد تمام طيب. ويروح فايز 3-0. هنرجع للجيل 61-62 والموقف الطريف اللي حصل لما صعدنا مجموعه من الناشئين ولعبوا في التوقيت ده في ظل اصابه عدد كبير من لاعبي الفريق الاول، لكن ندخل لقلب الحدث بسرعه يا دكتور ونروح لشبكه مراسلينا في هذه اللحظات، سواء من مقر النادي الاهلي بالجزيره او حتى من مقر اقامه فريق النادي الاهلي لكره القدم، عشان نشوف اخر الاخبار والاستعدادات لهذه المباراه قبل حوالي 8 ساعات ونصف ان شاء الله مباراه القمه بين الزمالك والاهلي. بيبدا بالزمالك لان هو صاحب المباراه النهارده، هو صاحب الملعب النهارده في استاد القاهره، لكن ابدا بالزميله العزيزه مريم سميح من مقر النادي الاهلي بالجزيره. مريم مساء الخير عليك. مساء النور يا محمد، بجدد التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وبرحب طبعا بضيفك العزيز دكتور طارق الادوار. برحب برضو بزميلي العزيز كريم احمد من مقر اقامه فريق النادي الاهلي، وبالتاكيد كل الكواليس عندك يا كريم النهارده برضو. مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك ولكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، واكيد طبعا كل التحيه للدكتور طارق الادوار. طبعا منور يا دكتور طارق. اهلا بيك يا كريم. طيب مريم، الأجواء عندك في الجزيرة طبعا لسه باقي حوالي 8 ساعات ونصف على انطلاق المباراة، لكن طبعا في المقر الرئيسي في استعدادات مختلفة، سواء في شاشات العرض سواء في جلوس الأعضاء الرواد الموجودين في النادي منذ الصباح الباكر. ارصدي لي كده الأجواء وما شاهدتيه وما تابعتيه في مقر الجزيرة منذ الصباح الباكر. يمكن يا محمد زي ما اكدت الصبح طبعا احنا متواجدين هنا منذ الصباح الباكر يمكن من الساعه 8 صباحا. النهارده تواجد مكثف لاعضاء ورواد النادي الاهلي بالمقر الرئيسي طبعا النادي الاهلي الجزيره. قدام الرواد بيحرصوا ان هم يكونوا موجودين هنا في اي مباراه، خاصه مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك، القمه 120 كان بالنسبه لهم مهم جدا ان هم يكونوا متواجدين. كان لينا بعض الأحاديث اللي هتكون طبعا معانا على الهواء مباشرة على مدار اليوم، ولكن كان لينا بعض الأحاديث قبل الهواء. يعني يمكن كل الرواد أو الأعضاء كانوا بيتكلموا على أن الأهم من النتيجة وأن هم يتفرجوا على مباراة مهمة زي القمة النهاردة 120، كان بالنسبة لهم عودة الروح مرة أخرى. يعني يمكن مباراة قمة هي الأولى بعد توقف 5 أشهر منذ شهر مارس بسبب جائحة كورونا، كان بالنسبه لهم نفسيا مهم جدا العوده لطبعا ناديهم العزيز المقر الرئيسي والاصلي ان هم يتفرجوا على المباراه هنا يعني على وجه التحديد. طبعا رصدنا كمان وشاهدنا جهود المدير التنفيذي للنادي ومدير المقر بالاضافه الى مدير امن النادي، كان في جهود كبيره جدا ومكثفه جدا النهارده على قدم وساق لاستقبال الاعضاء والرواد، طبعا مع اتخاذ وتطبيق كافة
كافه الاجراءات الاحترازيه، يمكن البوابات التعقيميه الاجراءات الاحترازيه، ويمكن كمان كان دخول الاعضاء من بوابات النادي كان مهم جدا. الامن كان يعني بيؤكد على ارتداء الكمامات، ويعني يمكن حاجه مهمه جدا يا محمد برضو شاهدناها ان اغلب الاعضاء من غير اي تعليمات كانوا يعني حريصين ان هم يطبقوا كل الاجراءات الاحترازيه بدون اي تعليمات، لان هم كان عندهم حاله من الاشتياق للعوده مره اخرى ولروح مباراه القمه داخل النادي الاهلي بالجزيرة. شكرا جزيلا لمريم سميح من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وأطير مباشرة إلى الزميل العزيز كريم أحمد من قلب الحدث، مقر إقامة فريق النادي الأهلي، واللي النهاردة بالتأكيد كل الجماهير مستنية تسمع وتشوف منك بالتأكيد إيه الجديد. وأولا يا كريم، حالة ثقة تفاؤل اللي لمسته وشفته على الطبيعة داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي النهاردة منذ الصباح الباكر؟ بجد التحية لك من جديد زميلي محمد سعيد. طبعا يعني ياخد من كلامك معنويات مرتفعه بشكل كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، وشفنا جديه وحماس واصرار كبير تحديدا في التدريب الاخير يا محمد. ويمكن ذكرت طبعا منذ لحظات نقطه مهمه جدا، ودي اللي بتخلينا نتفائل بشكل كبير، وبتخلينا ان احنا نقول ثقتنا كبيره في كل اللعيبه وكل الجهاز الفني. التدريب الاخير الحقيقه يمكن كان في اجتماع مع كابتن سعيد عبد الحفيظ الجهاز الفني بقياده رينيه فايلر لكل اللعيبه كالعاده، طبعا بيكون في محاضره فنيه، لكن النقطه المهمه واللي كانت الحقيقه اثرت بشكل كبير جدا مع كل اللعيبه ان اللعيبه اجتمعت منفصله بعيد عن الجهاز الفني، جمعوا بعض اتكلموا حفزوا بعض اتكلموا على اهميه هذه المباراه. انت عارف طبعا زميلي محمد جمهور النادي الاهلي متعطش بشكل كبير جدا ان هو يشوف مباراه اليوم، مباراه القمه 120، لكن اما نشوف لعيبه النادي الاهلي متجمعه وعندها الاصرار والجديه والعزيمه وعايزه تأدي اداء اكتر من رائع مع نتيجه، ده اللي بيطمننا ان شاء الله، لان كل الظروف مهيئه، المناخ مهيئ، فندق الاقامه يعني الهدوء هنا هي دي الحاجه اللي بناكد عليها، فندق الاقامه مميز جدا، ودي بتساعد بشكل كبير جدا على اللعيبه ان يكون تركيزها فقط لغير في المستطيل الاخضر. اختيار بيكون موفق جدا من الجهاز الاداري طبعا بقياده الكابتن سعيد عبد الحفيظ، توفير المناخ بشكل عام، مجلس الاداره. نقطه كانت كمان مهمه جدا وهو وجود الكابتن محمود الخطيب في التدريب قبل الاخير لفريق النادي الاهلي، الرساله المستمره، رساله الدعم والمسانده المستمره من مجلس الاداره ان يكون كل الامور مهيئه فريق النادي الاهلي، فقط يكون التركيز في هذه المباراه 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله، منتظرين منها الكثير لفريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، نشوف روح الفانيلا الحمراء، شخصيه النادي الاهلي، كل الامور اللي بتهم جمهور النادي الاهلي ان شاء الله النهارده تكون مع فريق النادي الاهلي، العوامل الظروف كل حاجه. يبقى طبعا التوفيق ان شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى يكون معانا ويكون النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي موفقه النهارده، وتحديدا مستر ريني فايلر يكون موفق في اختيار التشكيل المثالي اللي هيخوض به هذه المباراه. احنا متواجدين طبعا محمد كالعاده في فندق الاقامه، اكد لك طبعا اقول لك الظروف بقى الاعتياديه والبرنامج الاعتيادي بتاع فريق النادي الاهلي، الفطار طبعا 10 صباحا، يقدر اقول الغداء يكون الساعه 2:30 على ان تكون المحاضره الفنيه الاخيره 7:05. انت عارف طبعا يعني مستر ريني فايلر متعود ان المحاضره تبقى 5 دقائق 10 دقائق بالكثير، عشان كده يكون تحرك فريق النادي الاهلي 7:15 هنا من فندق الاقامه اللي بناكد ان هو قريب جدا من استاد القاهره اللي هيستقبل هذه المباراه. كل الظروف بالظبط كل الظروف يا محمد الحمد لله ان شاء الله تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي. يمكن كمان نقطه مهمه عايز اتكلم عليها، بعد الفطار مباشره شفنا تجمع مع بعض اللعيبه، شفنا احمد فتحي، شفنا الشناوي، شفنا بعض اللعيبه قاعده مع بعض عقب انتهاء الفطار، ودي نقطه بتدل ان في حاله من التركيز وحاله من الجديه والاصرار ان شاء الله كل الامور دي. بمناسبه كلامك قعده اللعيبه مع بعض، عايز اقول لك جيل بيسلم جيل، يعني الشناوي كاحد ابناء النادي الاهلي واللي عاشر وكان موجود وعاصر لعيبه كبيره جدا كانت في النادي الاهلي، المره دي بدوره كان موجود داخل الفريق، جمع اللعيبه واجتمعوا مع بعض اول امبارح استعدادا لمباراه القمه، وزي ما قلت النهارده وانت موجود داخل الفندق وكان معاه كمان النهارده كمان احمد فتحي، فان شاء الله اللعيبه الكبيره وذو الخبره ان شاء الله يكون لهم دور مع الفريق يا كريم ان شاء الله. بالتاكيد طبعا زميلي محمد، نقطه مهمه جدا، اللعيبه الكبار لما بتحتوي اللعيبه الصغيرين او بشكل عام بيكون في اجتماعات بتدل ان في حاله من التركيز وحاله من الاصرار والجديه، وده اللي احنا بناكد عليه، اللعيبه الكبار عارفه اهميه هذه المباراه بعيدا بقى عن النقاط وبعيدا عن الترتيب. ان شاء الله باذن الله النهارده كل العوامل تكون مهيئه محمد معانا، ونفرح كلنا وجمهور النادي الاهلي يكون سعيد النهارده ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، باذن الله تكون مباراه موفقه وتغطيه لاعلى مستوى، وان شاء الله نفرح في نهايه اليوم بالانتصار والثلاث نقاط. بشكرك شكرا جزيلا، بشكر ايضا زميلتنا العزيزه مريم سميح من مقر النادي الاهلي بالجزيره، والتغطيه بالتاكيد هتكون النهارده من قلب الحدث في مقر النادي او حتى في استاد القاهره، وتحرك الفريق ان شاء الله لملعب المباراه. شبكه مراسلين موجودين في كل مكان، وتغطيه خاصه من اجل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. دكتور طارق اكيد تغطيه مختلفه، ولسه الحديث مستمر وما زال الحديث بقيه. اخرج الى فاصل ثم نواصل حديث مع دكتور طارق الادور، ولكن بعد الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم. بالتاكيد والحديث مستمر عن اساطير مباراه القمه، وللحديث بقيه مع دكتور طارق الأضر. يعني هنتكلم على موسم 61-62 لما تم تصعيد عدد كبير جدا من لاعبي قطاع الناشئين، وكان ابرزهم وقتها طبعا السايس وعدد المدربين اللعيبه اللي بعد كده اصبحوا مدربين، لان السايس مع الاهلي كان مدرب قدير وحصل مع الاهلي على احدى البطولات الافريقيه. اتفضل دكتور طارق. لو انت جيت قلت دلوقتي في ماتش قمه ولقيت فريق بيلعب بخمسه ناشئين، خمسه ده هتقول على المدير الفني مجنون. يعني هو ازاي طبعا تحصل ازاي اذا كان انت مثلا دلوقتي بتتكلم على ان الزمالك مثلا عنده لعيبه ظهروا زي حسام اشرف واسامه فيصل، هل يلعبوا ولا لا؟ هم اتنين، يعني انت لو لعبت واحد او اتنين هتبقى برضو ايه حاسس ان المباراه كبيره عليه، انك انت تلعب خمسه ومنهم بيحطوا رجليهم لاول مره ريعوا والسايس وقالوا المطر، ثلاثه من الخمسه اول مره بيلعبوا، انت تتخيل بديهي ان يا ده الاهلي بقى هيلقى هزيمه ثقيله. الاهلي يكسب المباراه 3-0 يعني شوف ازاي المجد او الاساطير بتصنع من مباريات ما فيش حد متوقع ابدا. ضمن الحاجات برضو اللي في تاريخ القمه وتاريخ اساطير القمه، لعيبه يمكن الناس الجمهور الكوره بتاع دلوقتي ما شافهاش، زي عبد العزيز عبد الشافي، كابتن زيزو. كابتن زيزو عبد العزيز عبد الشافي على فكره اللي ما شافش زيزو مش هيصدق ان في لعيب كان بهذه المهاره. على فكره احنا كتير قوي في الكره المصريه بتتكلم على مين ابرز او افضل لاعب لمس الكوره في تاريخ الكره المصريه، غالبا الاصوات كلها بتصب لصالح الخطيب، بس كان في موهبه تانية في المهاره والتعامل مع الكوره لا تقل عن الخطيب اللي هي بتاعت زيزو. كان زيزو اتصعد وكان عنده 16 سنه بالظبط، 16 سنه ولعب في، لولا ان ما كانش في دوري كان واقف بعد 67 لعب مع الاهلي وهو عنده 17 سنه وشويه قدام الزمالك مباراه كانت وديه، كانت مباراه وديه زيزو جه في الماتش ده، لو الجول ده موجود يعني مش هتصدق ان في لعيب بالمهاره دي. خد الكوره، عارف مارادونا في في ماتش انجلترا في كاس العالم 86 لما خد الكره من نص الملعب، او زيزو خد الكره، للاسف ده ماتش ودي وتسجيلاته اشك انها تكون موجوده، لكن انا فاكر الماتش ده، شفت اتفرجت على جزء من الماتش دوت. الكره بتاعت الجول الثاني كان صلاح حسني جاب للاهلي وتعادل الزمالك، وبعدين هو زيزو جاب الجول الثاني. خد الكره من نص الملعب، عدى من نص الملعب مسافه حوالي 30 يارده، وكان احمد توفيق ومحمد رفعت، محمد توفيق واحمد رفعت الاثنين قلبي الدفاع، فدخل عليه الاول محمد توفيق، محمد توفيق من المدافعين الاقوياء يعني في نادي الزمالك، دخل عليه راح هو جايبه على رجله الثابته كده ورقص دخل لجوه، لقى احمد رفعت، طبعا احمد رفعت كان من المدربين الكبار بعد كده، احمد رفعت راح عمل نفسه هيفوت الناحيه دي، راح هو احمد رفعت رايح الناحيه دي ورقص، دخل عليه هشام عزمي كان هو جول الزمالك، راح مرقصه وراح حاططها في الجول. عدى من نص الملعب، لو انت عايز هدف مارادوني في الكره المصريه فالهدف ده كان من الاهداف التاريخيه. بس زيزو قبل مارادونا بقى، يعني جون زيزو ده يبقى ده طبعا الكلام ده كان الماتش ودي في سنه موسم 71-72 اللي هو لم يستأنف، وبعدين لعبوا بقى مباريات وديه. زيزو بعد ما استأنف الدوري في موسم 74-75 جاب جول كمان، والغريبه بقى ان زيزو كان مهاراته عاليه جدا بس ما كانش بيجيب جول بضربات راس، جاب جول بضربه راس في مرمى الزمالك في موسم 74-75 في الماتش اللي فاز بيه النادي الاهلي 2-1. تمام، يعني انه يجيب ضربه راس كانت كوره عرضيه من ناحيه اليمين، والجول ده مشهور وبيجي كتير. حط الكوره كده بتوجيه رقبه رائع جدا ينم على انه يعني رغم ان هو ما جابش اهداف تاني بضربات راس، حطها على يمين حارس الزمالك وقتها كان هشام عزمي اعتقد، وجات جول فوز الاهلي 2-1 في المباراه دي. طيب وانا ببص في الاحصائيات واشوف قائمه هداف الاهلي والزمالك في الديربي، تقدر او بلاش الديربي لان الديربي المفروض مختلف، ده من القاهره وده من الجيزه، المفروض نقول كلاسيكو. لكن طيب لو بنتكلم على عدد الارقام بالنسبه للاهلي بالمقارنه بالزمالك، لا الاهلي اكتر سواء في عدد اللعيبه اللي احرزوا، الاهلي 66 لاعب احرزوا اهداف في الزمالك 55 لاعب، لكن كمان في قائمه الاهداف يعني مختار التيتش احرز 17 على فكره، الاهلي 68 لاعب سجله، 68 لاعب سجلوا في مرمى الزمالك في الدوري بس، في الدوري بالك
و75 لاعب سجلوا من الزمالك في الاهلي برضه في الدوري بس. انما بقى الاهلي 75 ولا 55 55 55 68 و55 تمام. انما الاهلي اللعيبه اللي سجلوا هتلاقي لو حسبت ال 68 لاعب ابو تريكه جاب 7 وتوتو جاب 7 وبعدين اللي وراهم جابوا 6 4 لعيبه منهم صالح سليم. هتلاقي عدد اللعيبه اللي سجلوا الاهداف او عدد الاهداف اللي سجلت 144 هدف. بينما الاهلي رسميا مسجل 148 هدف. ليه؟ الاربعه دول ايه؟ الاربعه دول اللي هم اهداف اعتباريه. ماتش اللي اتطرد فيه ايمن عبد العزيز بعد 3 دقائق، وكما كانت القمه للاساطير وتصنع الاساطير، يمكن الماتش ده اللي ضيع ايمن عبد العزيز بعد كده ساب الزمالك بقى وخلاص وانتهت مشواره مع الكره هنا في مصر بعد ما طبعا الطرد وقعت الطرد الشهيره اللي كانت في الدقيقه الثانيه نتيجه انقضاضه على ابراهيم حسن، وبعد كده اللي كانت مباراه طبعا اتحسبت 2-0 طبعاً. ثم مباراه الدور الاول السنه دي اللي هي يوم 24/2 مباراه الاتوبيس الشهيره الاتوبيس دي اللي هي 2-0 برضو تمام. والاربع اهداف لم يسجلهم لاعبين يعني. طيب هنرجع نكمل لان النهارده معانا برضو فاصل وفي تفاصيل كتيره، اخرج الى فاصل ثم نواصل مع دكتور طارق القدر، ولسه في ارقام ولسه في كلام مهم جدا عن اساطير مباراه القمه بين الزمالك والاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد ومتواصلين بالتاكيد في الحديث مع دكتور طارق الادور، ولسه معانا ارقام وبنتكلم عن اساطير القمه. لكن دكتور طارق انا لفت انتباهي وانا في الفاصل بتكلم على قائمه حراس الزمالك اللي كانوا موجودين في الكلاسيكو امام الاهلي من اول عبد الواحد السيد لغايه عماد السيد وعبد الصمد. الدو ستيلا ده عدد المباريات اللي كان حارس فيها للزمالك كان 10 مباريات لكن دخل فيه 21 هدف وعدد الكلين شيت زيرو. لان هو جه في وقت كان متفوق فيه النادي الاهلي جدا. وكانت انتصارات الاهلي في فتره من الستينات كانت كلها 3-0 يعني في كان الاهلي كسب ذهاب وعوده في بعض المواسم ديت وتلاقي مثلا 3-0 و4-1 يعني 7 جوال في موسم واحد، وتلاقي كم الاهداف اللي جايه في مرحله الخمسينات وبدايه الستينات هي اللي خلى النادي الاهلي يتفوق جدا في الحقيقه. على فكره ما قبل بدايه الدوري كانت النتائج على مستوى البطولات الاخرى متقاربه شويه، لكن اللي عمل الفارق الكبير لصالح الاهلي في الفتره دي هي فتره الخمسينات، لان انت عارف من اول ما ابتدى الدوري 48 49 49 50 موسمين بس في الاربعينات، وبعدين كل الخمسينات دي فاز الاهلي بالدوري كل المواسم تمام. يعني 9 مواسم في 11 موسم لان في موسمين اتلغوا، ففي 11 موسم الاهلي بيكسب الدوري، فكانت الفترة دي هي اللي صنعت الفارق وهي اللي عملت هذا الفارق الكبير. وكان ألدو حتى ثلاثي أضواء المسرح عملوا سكتش كان شهير جدا، شالوا ألدو وجابوا شاهين حطوا شاهين ألدو قال ما احناش لاعبين، يعني عارف كانت حاجات طريفة ومش زي دلوقتي ما كانش فيه هذا التعصب وهذه الأمور السلبية في بين المشجعين. لكن الحقيقة كانت فترة ذهبية جدا، عشان كده ده اللي خلى ألدو يدخل فيه هذا الكم من الأهداف. طيب مع حضرتك إيه برضو عايز تتكلم عليه بخصوص مباراة القمة؟ شوف في لعيبة كانت مثلا ما هيش لعيبة موهوبة قوي زي حمدي جمعة كان باك يمين في النادي الأهلي، وكان مباراة في موسم 78-79 والأهلي حمدي جمعة نزل وبتاع حطوا هيديكوتي في التشكيل، انزل يلا يا عم حمدي جمعة، بيفتح الشنطة كان اللعيبة بتلبس لقى فردتين الجزمة شمال زي بعض فردتين شمال طب هيعمل ايه؟ ما هو لو قال هيقول له بقى بالسلامه اقعد وهيلعب لاعب تاني هيلعب بفردتين شمال تمام. فقرر حمدي جمعه انه ما يقولش الواقعه دي راح نازل المباراه. يشاء القدر ان الاهلي تيجي ضربه حره كانت شهيره جدا وجول شهير جدا للخطيب كانت في ناحيه الشمال كده قبل الرايه الركنيه بشويه، خطيب عملها بطريقه اسطوريه ان عمل ايه داس على الكوره كده فالكوره ما بتلفش، لا ده الكوره راحه ومين واقف على حدود منطقه الجزاء؟ لعيب ما بيجيبش جوال تمام اللي هو حمدي جمعه، وجات له فين؟ على يمينه، على يمينه وهو لابس اللي وهو لابس الحذاء الشمال في يمينه تمام، حط وش رجله فيها لبست في المقص، يعني ده من الحاجات الشهيره جدا، لعيب بيجيب جول زي ده في مرمى الزمالك وهو ما كانش يعني من اللعيبه الاساطير. طبعا في حاجه بقى الجمهور يمكن الكره الحديث تابعها،
ان انت تجيب جول في ماتش قمه ده لا شك ان هو يكون اسمك بيتسطر في التاريخ وبيتذكر على طول، لكن تجيب اربعه في مباراه واحده سوبر هاتريك ده الرقم القياسي اللي عمله خالد بيبو. اه ويمكن عشان ادلل لك ما قلت لك في البدايه الجول ب 10، لا ده ممكن خالد بيبو الناس كلها نسيت كل الاجوال اللي جابها، نسيت مثلا حتى انه جاب هاتريك في نهائي افريقيا امام سان داونز في عام 2001 تنسى كل ده، لكن لن تنسى يعني شعبيه خالد بيبو. حط 99% منها من الاربع اجوال اللي جابهم في مرمى الزمالك في الدور الثاني الموسم 2001 2002 المباراه اللي انتهت 6-1، و1% على باقي حياته كلها سواء مع الاسماعيلي او صح. مع الاهلي او بتاع، فده يدلل لك قد ايه القمه كيف تصنع الاساطير. طيب مين دلوقتي من لاعبي الاهلي اللي موجودين في القايمه ومن لاعبي الزمالك اللي احرزوا اهداف في كل فريق عن الثاني؟ الحقيقه دي حاجه مثيره جدا، يعني تخيل لم يسجل من لاعبي الزمالك اللي موجودين في القايمه دلوقتي في مرمى النادي الاهلي في الدوري الا لاعب واحد كاسونجو فقط، لم يسجل اي لاعب اخر، ولم يسجل في مرمى الاهلي من لاعبي الزمالك اللي موجودين الان في كل البطولات الا اثنين، كاسونجو في الدوري تمام، ومحمود علاء الجولين اللي جابهم في ماتش السوبر اللي كان في بدايه الموسم وانتهى 3-2 اما جاب جولين من ضربتي جزاء. يعني اثنين لعيبه بس، كاسونجو ومحمود علاء. اه يعني اثنين لعيبه سجلوا ثلاث اهداف تمام. بينما يوجد في الاهلي الان حاليا خمس لاعبين سجلوا 12 هدف، يتصدرهم جونيور اجاي جاب اربع اهداف، على فكره جاب اثنين في الدوري واثنين في السوبر، اثنين السوبر اللي هو بتاع 3-2 واثنين في الدوري، هو الهدف الثاني في المباراتين اللي انتهوا 2-0، الهدف الثاني في مباراه الموسم قبل الماضي والموسم اللي قبليه 2-0 في الدور الثاني هو بيجيب الجول الثاني. وعندك وليد سليمان جايب ثلاث اهداف في الدوري وجايب هدف في بطوله افريقيا، الهدف الشهير جدا اللي هو كان عمل فيه كعبه برضو الكعب اللي صلحه كده في المباراه دي لابو تريكا، وكان وليد سليمان جايب ثلاثة في الدوري وواحد يبقى أربعة برضه تمام. وعندك أحمد فتحي جايب هدفين، هدف في الدوري وهدف في بطولة أفريقيا، وعندك هدف لعلي معلول في مباراة الدور الثاني اللي هي انتهت لصالح الأهلي 1-0 في نهاية الموسم الماضي، وحسين الشحات هدف اللي هو جابه طبعا هدف الشهير في ماتش السوبر مع حمد النجاز. اه مع حمد النجاز الجول. اه طيب دول الخمس لعيبة اللي سجلوا موجودين في تشكيلة الأهلي دلوقتي وجابوا 12 هدف. إذا الخبرات ترجح كفة لاعب الأهلي عن كفة لاعب الزمالك، لكن النهاردة مباراة النهاردة مين ممكن يكون أسطورة المباراة النهاردة أو يذكر من ضمن الأساطير في أقل من 10 ثواني؟ أنا بعتبر إن أسطورة مباراة النهاردة من الموجودين في اللعيبة اللي موجودين دلوقتي هو وليد سليمان. وليد سليمان الحاوي. آه الحاوي وليد سليمان، لأن هو برضو اللعيب مش مطلوب منه قوي يسجل أهداف، لكن جاب أربع أهداف وكلهم وهو سنه فوق ال 30، يعني اهدافه كلها جابها وهو سنه فوق ال 30، ولعيب كان جايب اهداف كلها على فكره. قوه اهداف ابو تريكه لما ذكرتها في البدايه ان كلها مصيريه، برضو اهداف وليد سليمان كلها مصيريه. وانا انسى الهدف بين تريكه وسليمان في الجونه. ايوه بالظبط الكعب والتسديده. ده اللي انا ذكرته دلوقتي، كانت مباراه تاريخيه يعني 4-2 في الجونه. دكتور طارق شرفتني ونورتني وبالتوفيق دايما يا رب، وان شاء الله نشوف النهارده مباراه تليق بالفريقين، وان شاء الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي باذن الله، ومباراه تعبر عن شكل الكره المصريه لشكل افضل في الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نشوف مباراه جيده ونشوف مباراه ممتعه بقى، لانها المباراه الوحيده من ست مباريات متوقعه بين الاهلي والزمالك الموسم ده هي المباراه الوحيده اللي ما بتحسمش لقب، يعني الفرق كبير في النقاط فما بتحسمش لقب. دايما المباريات اللي هي بتتلعب على نار هاديه دي بيبقى فيها فنيات اعلى بدري وفي الاسبوع الرابع من الدور الاول والثاني، فعشان كده لسه المشوار طويل ان شاء الله. شكرا جزيلا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا وبالتوفيق ليك يا رب دايما. شكرا جزيلا. فقرة كانت مهمة جدا وحلقة عن أساطير مباراة القمة، قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي، وبالتأكيد إن شاء الله النهاردة يكون في أسطورة جديد من أساطير الكرة المصرية ويكون النهاردة نجم بارع في مباراة القمة. ولو كابتن وليد سليمان فهو الحاوي، فهو الساحر، فهو النجم الكبير اللي ليه تاريخ كبير جدا وعريض جدا مع النادي الأهلي، لكن إن شاء الله بإذن الله الخبرة وكفة الروح الفانيلة الحمراء إن شاء الله النهاردة ترجح كفة النادي الأهلي في مباراة الزمالك النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله لسه المشوار طويل، لكن المكسب النهاردة هيفرق كتير جدا بالنسبة للروح المعنوية خلال الفترة القادمة. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي في حلقات أخرى قادمة، لكن دائما تابعونا على رأس كل ساعة فقرة جديدة وحلقة جديدة وتغطية خاصة عن مباراة القمة اليوم بين الزمالك والأهلي. شكرا وإلى اللقاء.